وكانت المصيبة في العلماء مصيبة في الإسلام ومصيبة الأمة كلها، لأنه قد روي عن سلف الأمة ومنهم الحسن رحمة الله عليه كان يقول: قتل العالم أو موت العالم، موت العالم ثلمة ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء، يعني لا يسدها شيء ما اختلف الليل والنهار هذا إذا مات العالم على فراشه حتف أنفه، فكيف إذا كان أهل السوء وأهل البدع وأهل الضلالة والعصابات المجرمة قد عصابات الحرابة قد تربصت به داخلا إلى المسجد ليصلي صلاة الفجر، ثم كيف إذا كان هذا الذي أخذوه وقتلوه هو يقيم عليهم الحجة إلى آخر لحظة وهم يشهرون السلاح في وجهه ويقول لهم: ما قلت للناس إلا ما أمرني به ربي، ما قلت لهم إلا ما تعلمته عن مشائخي. هو في الحقيقة يقيم الحجة عليهم لو كانوا يفقهون، فإنما يقول لهم: ربي يقول لتبيننه للناس ولا تكتمونه، قد أمر الله بذلك أهل الكتاب، وقال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم.